تزلج رائع بل مذهل. لا، جبل جليدي، ماذا سأفعل؟ جيد أني لم أتحطم. يا إلهي، يبدو وجهي شاحبا، يبدو أني قد مرضت. يبدو أن هناك شخصا ما متجمدا. لا تقلق، سأخرجك. إنه يشبهني، لا شك أنه جد جدي جدي. أيعقل أنه أنت؟ أشعر بغصة كبيرة، اشتقت إلى عائلتي كثيرا. مشهد الطعام. ما رأيك في بعض الحساء الساخن؟ يشبهني كثيرا. اشرب الماء. شكرا. المشهد التالي. أحمر توقف، أخضر امضي. توقف يا بلو، توقف 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 توقف. شاحنة شاحنة، توقف، سندهس. رجل قوي، رجل أزرق ضخم وقوي. أجل، هذا ما يتطلبه عرضي الفني. مشهد الأكل. لا يمكنك تناول أشياء كهذه، هل فهمت؟ يجب علي القيام ببعض التغيير. هيا. مشهد الأزياء. حسن يا بلو، اتبعني. تعال، لدي طعام لذيذ، أنا هنا. لم أنتبه عليه. بلو، أين أنت؟ سكام والألعاب وعرض فني. إنه بلو. بلو بلو، أين أنت؟ سأخرجك من هنا. ماذا تخبئ وراء ظهرك أيها الوردي المتسلل؟ قلت وراء ظهري؟ هذه كعكة ذكرى ولادة بلو، صاحب العرض الفني المميز هنا. بلغ اليوم عامه 50 بعد 1000. استعن بما تجده داخل الكعكة. التالي. اللون الأزرق يليق بي، أبدو شبه بلو تماما. سيكون عرضا ضخما. قضي علي. ها؟
قليلا من الهدوء من فضلك، أريد أن أعمل بتركيز عال. هاي أنت، عد إلى هنا. لا تتحرك من مكانك. أمسكتك. لو لا تتركني وحدي، لست من العصر القديم صدقني. لا تحاول أن تغشني أنت منهم. لا تقلق، لن أصيبك بأذى وقت العرض. أقولها آخر مرة، أنا لست نمر كهوف. انظر، لدي بطاقات ائتمان. كف عن هذا، من المفترض أن تخرخر. هيا جرب بعضها قبل أن يصل الجمهور. هكذا. أنا لا أخرخر، بل أمارس ألعاب الخفة. هيا أنت، ارجع إلى هنا. لقد خدعتني يا غشاش. إن وجدت أحدا مدفونا في الجليد مرة أخرى فسأتركه هناك. أخيرا صديقي. المشهد التالي. هل مر من هنا نمر أزرق؟ وجدتك. أتظن أنك ستحتال علي؟ أمسكتك. حسناً أيها الوردي، سأحاول أن أؤدي العرض ولا أسبب لك الأذى. دمر مدينة الألعاب. هذا شيء لا يصدق. هل أحببته؟ اللون الأزرق يليق بك. ما الذي أخرك هكذا؟ لقد تأخرت بسبب الازدحام الشديد يا عزيزي. الرجل الأزرق. المكان يليق به، أليس كذلك؟